السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا الفيديو حابة أشرح لكم عن منصة مجانية تتيح للطالب والمعلم أن يحفظ المحتوى وينظمه ويقدمه وكذلك يشاركه مع أي أحد، طبعا من خلال صفحة الويب. وهذه الصفحة صفحة وكلت، صفحة مجانية أقدر أنا أدخل لها أسوي ساين أب بمجانا. طبعا وكلت شنو هو؟ شنو الفائدة منه؟ أن أنا أقدر أسوي درس معين، أقدر أسوي أي شغلة معينة أنا أبيها. حابة أني أسوي درس وأضيف له فيديوهات من اليوتيوب، أبي أضيف كذلك PDF، حابة أني أضيف تكست معين، صور معينة، حابة أضيف PowerPoint، حابة أضيف كذا شغلة عن هذا الدرس يكون يعني إثرائي زيادة، وأشارك هذا الدرس مع الكل أو مع طلبتي أو مع أي أحد معين. وبنفس الوقت أبي يكون بشكل مرتب، ما أبي يكون بفايل أو بشكل غير مرتب، ويكون يشوق الشخص أنه يفتحها ويدرس منها. فصفحة وكلت تتيح لي هذا الشيء، طبعا مجانيا وبكل سهولة نقدر الطالب يفتحها أو المعلم إنه يبي يسوي هذا الشيء. فبالبداية راح أسوي الساين أب إذا أنا ما عندي كان حساب، أو لوج إن إذا كان أنا عندي حساب. فراح أسوي حاليا ساين أب فور فري. راح تطلع لنا عندي كذا خيار، سواء من الجوجل أو مايكروسوفت أو الفيسبوك أو أي إيميل ثاني أنا حابته. إذا ما عندي أقدر أسوي لي إيميل جديد، وأنا راح أدخل من الإيميل الخاص فيني من جوجل. وبعدها راح نشوف هذه الصفحة اللي راح تفتح لنا الصفحة الرئيسية حق وكلت. راح نبدي نشرح هذه الخانة اللي هي هني. طبعا هذه هي تعتبر صفحة الإكسبلور حق وكلت. راح نشرح البروفايل أو صفحة البروفايل الخاصة فيني. طبعا هني احنا هني شايفين عندي أنا البروفايل مالي. إذا أنا حابة أسوي أي إدت معين أقدر أضغط إدت البروفايل وأبدي أغير. أنا هني عندي الاسم واليوزر نيم والبايو إذا حابة أضيف أي شغلة معينة. طبعا شايفين احنا الصورة نقدر أن نغيرها بمجرد أن نضغط ونكتب مثلا ونضغط على الإدت وأبدي أغير من الإدت الصورة اللي أنا أبيها. بنفس الوقت أقدر أضيف أي صورة ثانية أو أحذف الصورة. كذلك هني هذه الصورة أقدر أغيرها، إذا بغيرها أقدر أختار choose from library. طبعا الموقع حدد لي كثير من الصور. طبعا مثلا أنا حابة أختار أي صورة معينة وأسوي لها uploading، وكذي راح تصير هذه الصورة. أقدر من هني أغير، أكبر، أصغر، وبعدها أضغط apply وبكذي صارت هذه عندي الصورة مالتي. طبعا هني أنا عندي فصول مساوية. إذا أنا حابة أضيف كذلك فصل ثالث ورابع، هني راح أضغط على Add a new section، أي فصل أنا حابة أبدي أضيفه. نفس الشيء هني أنا عندي هذه علامة الزائد وحاطة هني علامة تويتر، هذا اللينك لتويتر. كذلك أنا أقدر أضيف لينك آخر، مثلا أنا الشخص اللي راح يدخل على البروفايل مالي أبي مثلا يعرف إن التويتر مالي شنو هو، الفيسبوك مالي شنو هو، أو الإنستغرام أو شنو ما كان، أقدر أضيف له هني. وبمجرد إنه يدخل على البروفايل مالي، بمجرد إنه يضغط على هذه العلامة الدخلة على الصفحة اللي أنا أبيها، مو شرط الصفحات الخاصة فيني، أي لينك أقدر أنا أضيفه. بعدها أضغط سيف. وبكذي أنا قدرت أغير أي شغلة معينة في البروفايل مالي. راح أدخل بعدها نشرح عن الهوم، وهي الصفحة الرئيسية وراح تكون عليها الشغل كله. طبعا الشغل كله راح نشوفه هني في create new collection. راح أضغط على علامة الزائد وبكذي راح تطلع لي هذه الصفحة. طبعا هني يقول لك أنت تبين الصفحة شلون تكون، البروفايل الكولكشن مالك، الدرس مالك شلون تبينه يكون، بهالشكل ولا بهالشكل ولا بهالشكل. طبعا نقدر احنا نختار أي شكل وبعدها نقدر كذلك إننا نغير. حلو، تطلع لي هذه الصفحة. راح أحط هني مثلا make it look، هني الصفحة الصورة راح تكون للعنوان الدرس. فأنا راح أختار مثلا صورة من مثلا من اللايبرري. أقدر أختار مثلا أكتب مثلا حابة إني أختار مثلا math، نكتب وتطلع لنا أي صورة أنا حابتها أقدر أضيفها. مثلا حاب أضيف هذه الصورة وبكذي تنضاف عندي الصورة. أقدر أنا هذه الصورة أغيرها بإني أتحكم فيها، أخليها على هذا الشكل أو إني أخفي الصورة
أو أني أخليها بالحجم اللي هي فول كفر، أو أني أخليها هاف كفر. أقدر أني أغير كذلك من الصورة، أني أحذفها، أو أني أغير الصورة، أني أجيب صورة من الإيمج مالتي. هني عندي نفس ما احنا نشوف مكانين. هني مثلا أنا أقدر أكتب مثلا العنوان للدرس، مثلا راح أكتب أن هذا هو عبارة عن الدرس الأول، مثلا أكتب هني عنوان الدرس مثلا تطابق المثلثات، وبكذي صار عندي الدرس والعنوان. هني لو نشوف بعدها، هني لما نشوف بعدها عندي كذا خانة أقدر أنا أضيفها. إذا حابة أضيف تكست معين أقدر أضغط على إضافة تكست وأضيف أي شغلة أنا أبيها هني. أنا حابة أني أضيف تعريف لتطابق المثلثات، أروح مثلا صفحة الجوجل وأخذ مثلا تعريف التطابق المثلثات، وأقدر أني أضيفه هني. مثلا أكتب أن هذا هو التعريف، وبعدها أحط التعريف مالي اللي أنا خذيته. أقدر أني أنا أحدد هذا التكست مالي وأبدي أغير منه، أخليه مثلا في هذا الشكل. أقدر أغير من حجم الخط، أنا عندي هذا حاطين لي في الخط السميك حابة أني أغير فيه. حلو، بعدها راح أنزل تحت، حابة أن أنا مع الطلبة لمن كذلك يشوفون التعريف الأولي، نفس الشي حابة أني أضيف لهم لينك يساعدهم أن يتعلمون يبحثون. فأنا بمجرد أني أضغط على هذه العلامة، علامة اللينك، وأضيف اللينك اللي أبي من أي موقع. مثلا أنا حابة أنهم يدخلون بعدها مثلا صفحة الويكيبيديا ويقرون ويثقفون زيادة، فراح أخذ مثلا اللينك هذا وأقول له كوبي لينك وأحطه هنا، وكذي راح يكون عند الطلبة اللينك اللي أنا أبي. هذا هو التعريف، ونقدر هذا نقول لينك زيادة، الطلبة يقدرون يفتحونه، واضغط دان. بهالشكل صار عندي التكست مالي. أقدر كذلك أضيف صور من الإيمج من اللايبرري أو من أي مكان ثاني. أنا بضيف صور من الإيمج عندي، نروح نختار مثلا الصورة هذه وهي تتكلم مثلا عن عنوان الدرس، مثلا حالات التطابق المثلثات، وبعدها مثلا كذلك أبي أضيف مثلا بعد كذا صورة. أقدر أضيف مثلا الحالات اللي هم مثلا الحالة واحد والحالة الثانية والثالثة، أقدر أضيفهم كلهم، أحددهم بنفس الوقت وأضيفهم. كذي أنا انضافت عندي جميع حالات التطابق المثلث. حابة هذه الصورة أسوي لها edit، أضغط في هذه العلامة وأبدي أحط مثلا، أكتب هني تحتها الحالة واحد done. حابة أكتب هذه إن تحتها الحالة اثنين done. هذه حابة إني أقول إن هي الحالة ثلاثة، وكذي خلصت. انزين، بس الحين شنو صار؟ الشخص لما يدخل راح يشوف الدرس الأول تطابق المثلثات، بعدها حالة واحد، حالة ثانية، حالة ثالثة، بعدها حالات. لا، أنا أبي الصورة هذه تكون فوق، بمجرد إني أضغط عليها وأحركها وأجيبها لي فوق، راح تتحرك عندي وأحطها فوق في الصفحة. أو إذا ما ضبطت ويانا، عندي هذا السهم بشكل مرتب، إني أضغط وتروح لي فوق، أضغط بعد مرة هني حاليا وتروح فوق، فصارت أنا عندي بهالشكل أرتب وأسلس بإني أغير في أماكن. فصارت عندي أول شي حالات التطابق المثلثات، الحالة واحد، بعدها الحالة الثانية، بعدها الحالة الثالثة. بس أنا أبي التعريف يكون أول شي، فعادي أروح أصعد فوق همّا، وين ما أنا أبي أقدر أختار. فصار عندي الدرس، بعدها حطيت التعريف، وكذلك الطالب يقدر عنده لينك إثرائي. عندي الحالات التطابق المثلثات ووضعت كل حالة، وأقدر مثلا حتى أضيف، طبعا إذا حاب أضيف أي شيء ثاني هني أقدر كذلك أضيف.
حلو، بعد ما خلصنا من التكست والإيمج نروح عندي البوك ماركس. إذا أنا كان عندي أي شيء من البوك ماركس، إذا كان أنا عندي كتب حابة أني أضيفها، إذا أنا كنت حافظتهم أقدر مجرد أني أضغط عليهم وأضغط أدد وراح يظهر عندي، لكن حاليا إحنا ما عندنا فما أقدر. والخانة اللي بعدها اللي هي خانة البي دي أف، إذا أنا حاب أضيف بي دي أف معين مثلا، هذا البي دي أف حبيت أضيفه كذلك هني ضفته. زين، هل أنا كل مرة